هذا السائل يقول: إذا صليت ركعتين ثم سلمت ثم صليت ركعتين ثم سلمت ثم صليت ركعتين ثم سلمت ثم صليت ثلاث ركعات سردا، هل هذا الفعل يعد وترا بتسع أم بثلاث ركعات؟ هذا وتر لكنه معه تسليم من كل ركعتين. نعم، يجمع بين الأمرين، بين التسليم وبين السرد، كله جائز هذا. نعم.